أو الناس اللي بتحتاج في المكسب بعيد ملايين السنة يعني احنا مع الوطن جميل برضو بنشوف شوية أفلام حلوة فرصة وبنقابل بعض الفنانين برضو أصدقائنا وبلاد العربية رحت لدبي برضو لدبي مرتين بس رحت مع بنتي يعني هي اللي ليها فيلم مش أنا فعلى أي حال إن شاء الله هيبقى حاجة كويسة وحاجة جميلة وبالنسبة للكويت طبعا ابتدت تاخد الخط الجميل ده في مهرجانات السينما وتزهيت ثابتة نفسها من زمان طبعا في الخليج كله في الفن فدي هتبقى كمان كلها بدايات كويسة يعني يعني كل اللي جم السنة اللي فاتت أصدقائي انبسطوا هل تأثرت السينما المصرية بأحداث السينما؟ شوفي بقى لو اتكلمنا في الثورة أنا راجل أتكلم في الفن الثورة جميلة والضروري كل شيء هذا هي ثورة ما ثورة هي تغيير فما ده اوتوماتيكلي ما ده كل حاجة بتتغير يعني أنا مثلا بعد مسرحيتي الجديدة دلوقتي بناء على التغييرات اللي حصلت بس لن أتخلى عن البسمة لأن هي دي أهم حاجة لأن صدقيني في الوضع اللي احنا فيه دلوقتي أغلى حاجة في الدنيا هي البسمة الضحك. هل هنشوفك بعمل سياسي؟ ما هو سياسي يعني سياسي 20% لأن أنا ضد إن أنا يعني بحس السياسة دي سياسية. أنا راجل لو فنان وكوميديان لو دخلت في السياسة دي سكة تانية مش بتاعتي. إنما أروح حاططها خفيف بين السطور. بطيب ذكاء المؤلف بحيث ان المتفرج يفتكرها وهو طالع انما طول ما قاعد بيتفرج عليها لازم يضحك والا حق بدي اسالك انا الحمد لله زمان عايز ايه في الرياضه تحت امرك احداث ايه مصطفى مش في الرياضة بس عارفين حسن الكورة لا راح عندي أنا عندي سؤال دي أنا ماليش في الكورة الاثنين مع بعض رغم عملت فيلمين عن الكورة من أجمل ما يمكن عارفة ليه نجح لأني ما فهمتش في الكورة دايما الكورة أحب المنتخب إنما أهلي زمالك حسن بس سمعت أخيرا الزمالك حصل مشاكل والله في آخر أعمال الفنية ما تخلي المفاجأة أحسن يعني أنا بجهز يعني أنا طلعت في كام فيلم كده مع الشباب طلعت مع دنيا بنتي برضو في حاجتين ثلاثة كده حلوين هنفهم في رمضان إن شاء الله أنا ما حاول بجهز حاجة لي أنا متاخدة من نص أجنبي بصراحة جماعة الخلاجات دول أفكارهم حلوة متمصر حلو قوي ببتدي أجهز بيه إن شاء الله بس مجرد ما المسألة تهدى فيه لأن احنا لسه كلنا والله وانا بتمنى لك التوفيق بس يا ريت تبقى تعلي صوتك شويه بكيس انت باي باي